السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كمن وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. اهلا بكم حبايبي. النهاردة هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل طاجن فاصوليا جميل جدا جدا باللحمة. تمام، انا معايا هنا يا حبايبي، انا ما حضرتش بقى ولا قلت يعني ايه نخش على طول في الموضوع على طول كده ونطبخ مع بعض. تمام، طب انا معايا دلوقتي ايه؟ انا معايا نص كيلو من الفاصوليا البيضة اهيت، نقعها بقالها ساعة في المية. طبعا هي متنقية ومغسولة ومنقوعة زي ما انتوا شايفين اهي، بقالها ساعة كده في المية. تمام، هاخدها على البوتاجاز اسلقها. تمام، وطبعا اللحمة بتاعتي على البوتاجاز بتتسلق. بصوا كده حبايبي، اللحمه بتاعتي اهي بتستلق اهي، بتغلي اهي، وانا حاطه في قلبها ورقتين من اللورا وفصين من الحبهان. تمام، يبقى انا كده حطيت اللحمه بتاعتي خلاص الاول تستلق عشان تستوي يعني، وبعدين هحط على طول بقى الفاصوليا البيضه بتاعتي. كده حبايبي انا غسلتها اهي وحطيت لها ميه نظيفه وحطيتها تستلق. انا مش هسلقها انها تستوي، لا انا هسلقها نص سليق بس كده. تمام، هنا بقى خرطنا البصله، بصلايه حلوه كبيره كده محترمه، خرطناها صغير ونزلنا بمعلقتين سمنه عليها وهنقلب. انا مش عايزاها تحمر، انا هديها بس لون بس كده بسيط وخلاص. هنا بقى يا دوب البصله بتاعتي يا دوب دبلت كده، انا مش عايزاها تحمر، يا دوب تدبل بس كده. هنزل بقى بخمس ست فصوص مدقوقين او مهروسين، اديها تشويحه كده بالثوم وقرنين شطه حاملين اهم، هنزل بيهم كمان وهديها تشويحه اهو بالشكل ده. نقلبها بقى تقلبتين كده مع بعض. انا مش قادره اقول لكم صراحه، البصله مع التومه ريحتها بصراحه تحفه، ريحتها روعه صراحه يعني. كده انا نزلت بالطماطم بتاعتي، احط بقى الملح اهي، طبعا نظبط الملح، الملح حسب رغبتكم انتوا، وطبعا معايا معلقه كبيره من الفلفل الاسمر اهو. تمام كده زي الفل، ومعايا معلقه شطه صغيره خالص عشان القرنين اللي انا حطاهم حاميين، يعني ربع معلقه صغيره خالص من الشطه بس كده كفايه قوي. واسيب بقى الايه الطماطم تسبك. عايزه اقول لكم كمان، الفاصوليا وهي بتسلق خلي الغطا بتاعها مكشوف كده عشان ما تفرش، اول ما تيجي تغلي هتروح هتعمل زي فوران كده وتبهدل الدنيا. فانت خلي ايه البوتاجاز الغطا يكون مكشوف نص ايه كشفه زي ما انتم شايفين معايا كده. تمام، وزي ما قلت لكم الفاصوليا هي نص سلقه بس مش اكتر، يعني مش هسويها، لا يا دوب تاخد نص سوا كده. هسيب بقى الطماطم بتاعتي ديت تسبك كده، الطماطم بتاعتي اتسبكت تمام قوي كده. اشوف بقى الملح عامل ايه، لقي الملح مظبوط زي الفل ممتاز كده. الخطوة ديت بقى الفاصوليا خلاص استوت، يعني مش استوت اهي، نص سوى يا جماعة مش مستوية ولا حاجة. تمام، هقلبها بقى في الطماطم اهي، وهجيب الطاجن بتاعنا بقى اهو كده. تمام اهو، هجيب الطاجن بقى بتاعنا كده. بقى جبنا الطاجن بتاعنا الحلو دوت، وهبتدي انزل بقى بالفاصوليا بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، بسم الله. كده نزلت بكل الفاصوليا اللي عندي بسم الله اهو، زي ما انتم شايفين طبعا الفاصوليا ناشفه يا جماعه خالص ازاي اهي. هجيب بقى اللحمه بتاعتي على الوش كده، بصوا كده بقى حطينا خلاص اللحمه زي ما انتوا شايفين. هحط بقى ايه كبشتين ثلاثه حلوين كده من الشوربه، عشان طبعا زي ما انتوا عارفين الفاصوليا ناشفه خالص اهي، هي الكبشه بتاعتي صغيره على فكره قد ايه اهي زي ما انتوا شايفين. واظبط الدنيا بقى كده وادخلها على الفرن يا حبايبي، تاخد وش حلو كده. على ما الطاجن بتاعنا يطلع بقى نحمر حبه رز بشعريه كده حلوين. يلا انا معايا هنا كوبايه من الرز غسلتها طبعا
نقيته الاول وغسلته اهو، وابتدي اقلب فيه بقى كده. طبعا حطيت في الحله معلقتين من السمنه ومعلقه كبيره من الزيت. انا بحب احط مع زيت وسمنه. الزيت ليه؟ الزيت عشان بيخلي الرز مفلفل كده وجميل. تمام، وابتدي بقى ايه اقلب فيه كده من وقت للتاني. بصوا كده بقى، كده الرز خلاص كده خد لون جميل اهو، شايفين لونه كده جميل حلو قوي. هبتدي انزل بقى عليه بالشعريه اهو، وتاني اقلب كده في الشعريه لحد الشعريه ما تاخد لون حلو رخر ذهبي كده وحلو. بصوا كده بقى الشعريه خدت لون كمان جميل قد ايه. بصوا ده لون الشعريه مع الرز، لونها جميل جدا جدا. هبتدي بقى اغسل كميه الرز اللي باقيه عندي وانزل بيها بقى. كده نزلت بكميه الرز زي ما انتم شايفين اهو، هقلبها كده تقلبتين. بصوا اللون جميل خالص ازاي، بسم الله ما شاء الله اللون جميل قوي قوي. طبعا بقى هزودها بقى بالشوربه واعللها النار واسيب الرز يتشرب كده. طبعا انا حطيت خلاص الشوربه وحطيت كمان الملح، والملح حسب الرغبه زي ما احنا متفقين. تمام كده الشوربه بصوا هي كده مغطيه الرز خالص اهي، شايفين يا جماعه اهي اهي، اغطي عليها لحد ما الرز يشرب من الشوربه خالص وينشف كده. اروح مهديه البوتاجاز واسيبه بقى ايه حبه كمان قد 5 دقايق كمان هيكون استوى. تمام بصوا بقى الرز بتاعنا الجميل المفلفل ده اهو، انا كده وطيت عليه النار، شايفين يا جماعه اهو، شايفين مفلفل قد ايه جميل قد ايه اهو، شايفين الحلاوه، بسم الله ما شاء الله مفلفل خالص ازاي، ولونه زي ما انتوا شايفين جميل قد ايه، بسم الله ما شاء الله. يعني ايه رايكم بقى في الطاجن الجميل بتاعنا ده؟ بصوا كده بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، شايفين يا جماعه الحلاوه والجمال، بسم الله ما شاء الله، جميل جميل جميل، شايفين قد ايه حلو، بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم في الطبخه بتاعت النهارده او في اكله النهارده؟ بصراحه حاجه كده عسل عسل عسل، ومش قادره اوصف لكم والله، الريحه تحفه يعني خيال. بصوا بصوا الحلاوه والجمال، بسم الله ما شاء الله، طاجن عسل عسل طبعا. وده الرز اللي احنا حمرناه سوا، بصوا كده شايفين قد ايه مفلفل وجميل والله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الطبق يعني بصوا عسل عسل، حاجه كده عسل من الاخر يعني. اذا عجبكم الفيديو حبايبي طبعا ما تنسوش طبعا لايك كومنت حلو منكم والاشتراك طبعا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.